أنه راح أتابع طريقي وبكل قوة، كل قوة زاد تمسكي. كل مرة الحياة تقول لي ارجع لورا، أنا ازداد تمسكي بالتقدم. كون عنيد. الحياة تريد الواحد العنيد، الطموحات العالية تريد واحد عنيد، تريد واحد أنه بسهولة ممكن يغير قراره، بسهولة ممكن ينسى أنه هو هذا طموحه، هو هذا اللي يريده بسهولة، أحسن يتخلى. لا تكون الشخص اللي يتخلى بسهولة، كون الشخص العنيد، شخص عنيد. العنيد بهاي النقاط جدا جميل ويعطي إبداع عالي، كون عنيد. أتمنى صراحة أنه أتمنى من عندكم أنه تأخذون وجهة نظري بنظر الاعتبار، وتبلشون بشكل فعلي بحل هذه المشاكل والتقدم والمضي إلى الأمام. تنسون هاي الأفكار السلبية ورا ظهركم، تنسون فكرة أنه أنا ما أريد أعيد، أنا ما أريد هسة أكون بنفس المرحلة اللي كنت بيها العام. لا، قول بدل هذا، قول أنا ما أريد أفشل الوصول إلى الحلم اللي أنا كنت مخططة، وإلا فسوري جدا من عندك، بس أنت ما تستحق هاي الأحلام أبدا، لأنه أنت ضحيت بيها بسهولة بأول ما ضحيت بيها. فأثبت بالأول لهذه الأحلام ولهذه الطموحات أنه أنت تستحقها حتى بالنهاية تحصل عليها. That's it. شكرا جدا.